FM. الكلمة ليك. معاوية أحط الكاسك عنا تليفون باش نشوفه. اطلع على الصوت هذا ولا ألو. مرحبا صحة شريبتك. مرحبا عايش. مرحبا بيك صحة شريبتك. منعرفش معاوية عرفته ولا ونزيدو نحكي شوية. نزيدو نحكي شوية. معانا معاوية لجنة. فشنو تنجم تقوله من غير ما نقول اسمك؟ والله نقول له ان شاء الله مبروك معناه يتوج احسن مدرب في قطر السنة. وهذا معناه الشيء هذا يشرف تونس ويشرفنا احنا معناه كقليبية. هكا زدت في حل شوية. طبعا عرفته معايا. ما عارفك شيعرف بنفسك. يا والله حال ما عرفنيش. ريت كيفاش. والله لا عرفت. محمد شكون؟ محمد خويا. محمد لجنف خوك. بخاطر مخي ماشي في قليبي. هو مش في قليبي تو. مش في قليبي اكيد. من فرنسا خذيناه. محمد مرحبا بيك وصحة شريبتك. اعطيك الصحة على تدخلك معنا. عايشك. كيفاش طب اشتعاقبه خاطر ما عرفكش؟ باي تو بعد هذيك ما بينات معنا مش تحاسبوا. ذي محمد ضيفنا كما قلت معاوية لجنة. شنو تنجم تحكي على معاوية؟ أكيد صغره كيفاش؟ بشنو مغروم كيفاش؟ ولا معناتها هكا كفاءة تبارك الله ويختاروه أحسن مدرب في قطر بدا في قليبيا وفي شواطئ قليبيا وهو توا شفناه وين وصل. بدا كيما احنا قليبيا كل دينا صغار دينا بالفولي ودي تشوفولي وكل هو معناها مشي في ال كمل معناها في السبور وكل فهمت و كيف هي معناها ما تواصل الغرام ولا واصل الغرام تاعه ولي يخدم يصبر. شو هتنجم تقول له منعش نصيحة محمد لمعاوية باش يواصل ويبقى في النجاح هذا اللي حقه؟ ليه ما غير نصايح حكا أنا أخوي ونعرفهم عليه عنده دي ترانسيت وكي حد يوصل الحاجة يوصلها. تقول أنت ما يستحقش نصائح يخدم على روحه والأوبجيكتيف اللي حاب يوصله يوصل. ولا مغروم برشا وخدام وكل واحد كل قال يخدم يلقى. معلش معاوية كان عندك حاجة تقول قبل ما نختم معه؟ والله أنا معناتها باش نشكر برشا مش محمد كهو عائلتي كل معناتها أمي وبابا وأختي وأخويا محمد اللي بالحق معناتها مسانديني برشا ومعناتها سيبور كبير من عندهم سواء حتى من قبل حتى كي كنت نقرا حتى كنت نلعب حتى من بعد كي دخلت في الدومين نتاع التدريب. اي مشكله نلقاها معناها ديما واقفين معايا في مغلمون ماتيريالمون كل شيء معناها ديما واقفين احنا شنو الحاجه الباهيه فينا احنا ديما واقفين مع بعضنا معنا عائله كامله. كهو ربي يخلينا لبعضنا. ربي يخليكم لبعضكم لقيت المساندة أكيد. محمد قبل ما نختم معاك كيفاش جوك في رمضان في فرنسا بعيد على تونس وعلى داركم؟ جو يا سبا. كيف معناها كيما غادي كيما هنا؟ لا مش كيف دونك لهنا وحدي خاطر ما عنديش حتى معناها معمل على روحي فهمت حتى يعاوني في تطيب لا يعاوني في حد شيء. ملا راك تعلمت تطيب معني ها؟ هي ايش تعلمت شوية مش برشا تيكا واحد كيلقى روحه وحده اكيد باش تحمل المسؤولية دونك ما عندكش شوية دونك يزمك الطيب وحدك واكيد جو لهنا العائلة وحده الكل ان شاء الله ترجع لقريب. يعطيك صحة محمد كنت معانا من فرنسا. يعطيك صحة لتدخلك معانا محمد لجنف شقيق معاوية لجنف. معاوية دونك حضر روحك قالك باش تحاسبوا بيناتنا. كيفاش ما عرفتوش؟ كاب FM الكلمة ليك.